نحكي منها. نبداو الاسم الكامل. محمد برار، مدينة زقورة. أنا سعيد بالتأهل بالملك محمد السادس. مشاركة في كأس محمد السادس. مشاركة لمحمد السادس في رياضة الكاجوكين. لا تحية خابية. ندوزو للطفل الثاني. اسمي نزار زهير من مدينة العيون. أنا سعيد جدا للمشاركة في كأس الملك محمد السادس في رياضة الكاجوكين. تحية. أستاذة. ليلى القاسم من مدينة الداخل. أنا سعيدة جدا لتأهلي في مسابقة في مسابقة كأس محمد السادس في رياضة الكاجوكين. رياضة. أنا فاطمة الزهراء مرزوق من مدينة سطات. كم أنا سعيدة للغاية بتأهلي في مسابقة محمد السادس لرياضة الكاجوكين. إذن مؤهلة. نعم. لا اسم نادية من مدينة الصويرة. أنا سعيدة لمشاركتي في كأس محمد السادس في رياضة الكاجوكين. خابية. أنا اسمي آية البودي من مدينة سيدي سليمان. يسعدني ويشرفني أن أتأهل لبطولة محمد السادس كأس محمد السادس الذي نظم برياضة الكاجوكين. أنا اسمي مريم من مدينة وزازات. سعيدة في محمد الكأس. مؤهلة للمشاركة في رياضة الكاجو كيمبو. أنا اسمي لينا هطي وأنا سعيدة لمشاركتي في كأس محمد السادس. أنا من مدينة صوان. لرياضة الكاجو كيمبو. أنا أميمة البودي. أنا سعيدة في المشاركة في كأس محمد السادس لرياضة الكاجو كيمبو. أنا من مدينة سيدي سليمان. أنا حي عبدو. أنا سعيدة جدا لتأهلي رياضة الكاجو كيمبو. والمشاركة في كأس محمد السادس. تحية. أنت ولدي سمية. هيا كيفاش تأهلتي كأس محمد السادس لرياضة الكاجو كيمبو؟ أنت مش من مدينة. أبين. تحية. هاد الكتكوتة صغيرة حتى هي مشاركة. شنو سميتك بنتي؟ ها؟ أنا اسمي ياسين عبدو. أنا سعيد جدا لمشاركتي في نهائيات كأس مباراة كاجو كيمبو كأس محمد السادس. أنا من مدينة المكنة. أي مدينة؟ مدينة أنا اسمي محمد الفاضل. أنا سعيد جدا بتأهلي كأس محمد السادس في رياضة كاجو كيمبو. أنت من أي مدينة؟ بورجيم. طيب يعني نشوف هذه الكتكوتة الصغيرة. شنو سميتك يا بنتي؟ شنو سميتك؟ مشاركة في كأس محمد السادس في رياضة الكاجو كيمبو وغادي تربحي. أعطيني التحية نشوف. خابي عليك. وأنت يا بنتي شنو سميتك؟ ومشاركة كأس محمد السادس وغادي تربحي. أعطي التحية. إذن هؤلاء المشاركين والمشاركات الأفضل الذين سيمثلوا مختلف المدن المغربية في بطولة الوطنية لنهائية كأس محمد السادس التي ستنظم أواخر هذا الشهر بجهة الداخل والذهب الذي ستشرف عليه الجامعة الملكية المغربية للكاجو كيمبو والأساليب المشابهة بتنظيم جمعية أوساط للرياضة بجهة الداخل والذهب. تصفيقات. نتمنى لكم حظا موفقا وسعيدا. ندوزو لعند إذن الأبطال في تجربة في التباري يعني المستوى ديالهم عالي في رياضة الكاجو كيمبو. مستوى عالي المشاركين من مختلف المدن المغربية. إذن في صنف المتوسط صنف الإناث. هذه تجربة في البطولة التي ستنظم لكأس محمد السادس الوطنية في رياضة الكاجو كيمبو. فايت بوكس. يعني بطولة تجريبية. هذول المؤهلات في البطولة الوطنية. دابا معسكر تدريبي
صفقوا اليوم مزيان تابعين. اذا بطولة تجريبية، هذه مسائل تجريبية مشاركين في سير. اذا احد الابطال المؤهلون للبطولة الوطنية لكأس محمد السادس الوطنية في رياضة الكاجو كيمبو. تخي بيان صفقوا عليهم مستوى. اذا فايت بوكس. علي هوب. دي بطولة تجريبية باش الأبطال ما تحيد منهم ديك الدهشرة ديال لا كومبيتيسيون. إذا كنا في واحد المعسكر تدريبي نشوف المستوى ديالهم التقني. يا تحية تحية تخي فايت. إذا القاسمي من جهة الدخلة وادي الذهب غنية عن التعريف، والبطلة الأخرى من ستاب من مدينة، أنت المدينة ديالك؟ من مدينة ستاب، ستبارز البطلة المغربية من جهة الدخلة والذهب، البطلة ديالنا القاسمي، القاسمي؟ القاسمي نتمنى لهم التوفيق. التظاهرة الوطنية الكبيرة. We'll be right back.